النهارده فيديو جديد عن الاطراف، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا واول مره اتطرح تقريبا على اليوتيوب، وهو انواع البخل في كل الابراج. يعني ايه كل برج من الابراج بخيل في ايه؟ ماشي اوكي. دونت جاي يقولي دونت يو دير خلاص. هنقولكوا كل برج من الابراج عنده بخل بخيل في ايه. بقى هنقولكوا كل برج من الابراج بخيل في ايه. كالعاده لو اول مره تتابعوني اشتركوا في القناه، وكمان تتابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك. يلا خلونا نبتدي بسرعه عشان الناس كلها بتشتكي يا جماعه ان الفيديو بيكون طويل، فانا هحاول ان انا اختصر. بس في حاجه عايز اسال عليها، هل صوتي واضح ولا لا؟ صوتي عالي ولا صوتي واطي؟ ممكن الناس اللي قاعده دلوقتي اونلاين يقولوا لي اخبار الصوت ايه، عايز اعرف الصوت كويس ولا الصوت واطي. بيروح يجي اوكي. الصوت واضح ولا مش واضح؟ طيب تعالوا بقى نعرف كل برج بخيل في ايه. خلونا نبتدي اول برج وهو برج الحمل. برج الحمل بخيل في صبره. برج الحمل من الابراج الغير صبوره بالمره، فلو عنده نقطه بخل هتبقى في الصبر. برج الحمل ما بيقدرش يصبر، حمش كده، حمائي، عايز كل حاجه بسرعه. اللي هيكون عنده بخل في الوقت، يعني وعايز كل حاجه بسرعه، عايز كل حاجه مش يعني هم بيحب، مش صبور. حمل شخص غير صبور بالمره، ما بيعرفش يصبر كمان، فهو عارفين اللي هو بيتعصب، ما عندوش صبر، ما عندوش بيتعصب بسهوله، فهو عايز كل حاجه بسرعه ورتمه سريع، فعايز الناس اللي بيتعامل معاهم يكون رتمهم هم كمان سريع. هشغل السماعه، مش عارفه والله انا تعبت نفسيا بسبب موضوع السماعه ده. خليكم معايا، كل واحد يقول لي بقى وانا بسلك السماعه كده عشان ده لايف. بتتفرجوا عليا من فين يا ولاد؟ استنوا، يخرب بيت السماعه ويخرب بيت التليفون، والله يا عمر بوظت كل التليفونات يا جماعه. كل ما اجيب تليفون جديد بيطلع عينه. اعمل لي انا ايه بالمصيبه السودا دي؟ عالي صوتك يعني، عالي ولا مش عالي؟ اوه فلسطين، انا بحب فلسطين. نيويورك اوكي، يا سلام. انا نفسي اروح نيويورك على فكره، عمري ما رحت نيويورك ولا امريكا قبل كده. واطي ولا عالي؟ ماشي تعالوا نشغل السماعه. مش هحكي من حاجه، وحتى السماع والله يا جماعه بصوا عمر، حتى الايربودز ضيع الفرده الثانيه. اعمل ايه؟ ان شاء الله ربنا يتوب عليا واقدر اشتري كاميرا يعني والدنيا تظبط يعني. طيب فالحمل قلنا ان هو بخيل في بخيل في وقته، ان هو يكون صبور. طيب الثور بخيل في اي حاجه تخصه. الثور اي عنده حب تملك، حب تسلط في اي حاجه تخصه او اي حاجه تتبعه او اي حاجه، عارف انت اللي هو انت بتاعي، اي حاجه بتاعته بخيل فيها. الثور عنده حب امتلاك مرضي، ما بيحبش حد يقرب او حد يجي ناحيه حاجه تبعه او حاجه بتاعته. يعني انت لو جيت ناحيه اي حاجه تبع برج الثور هيزعلك، لان هو مش عايز اي حد، يعني اي حاجه تخصه دي بتاعته ما حدش يلمسها، ممنوع الاقتراب او التصوير. ممكن يكون زيه كده بالظبط برج الاسد برضو، يعني برج الاسد في الحته دي برضو، يعني اسد وثور اي حاجه تخصه او اي حاجه يعني هو بيملكها ما حدش يقرب منها، ممنوع الاقتراب او التصوير بالمره. خايفه البتاعة تقع. اوكي طيب بعد كده هنقول على الجوزاء. الجوزاء بخيل في استقراره. الجوزاء ما يعرفش يستقر، عايز نتنطط، عايز حركه اكشن، ما يعرفش يستقر، هو ما بيحبش الاستقرار، ما بيحبش القعده كده هادي، فبالتالي هو عايز اكشنز كتيره، عايز حركه كتير، عايز يروح اماكن كتير. هو شخص مش مستقر ولا مستقر، لان هو مودي وعنده شخصيتين. الجوزاء البرج الوحيد اللي عنده يعني اتنين في واحد، بيرت بلس، عارفين انتوا اتنين واحد بيرت بلس، هو كده. فالجوزاء بخيل جدا جدا ان هو يكون شخص مستقر، ما يعرفش يكون مستقر، هو عايز يتنطط، عايز يتحرك، بيحب حريته، زيه زي الدلو. يمكن الدلو نفس القصه بالظبط، دلو وجوزاء هيشتركوا، او الابراج الهوائيه في الحته دي برضو ممكن يكونوا مشتركين. طيب السرطان، السرطان السرطان بخيل في التعبير، يعني ما بيعبرش كتير. السرطان مش السرطان بخيل برضو، يعني ممكن اقول السرطان بخيل في حاجتين، يعني السرطان ممكن بخيل في التعبير عن مشاعره،
او التعبير عن اللي هو حاسه، او مش بيدي رياكشنات، بخيل في رياكشناته، بخيل في ردود افعاله، مش بيدي ردود افعال. فالسرطان ممكن يبقى حاسس بحاجه وانت مش قادر، ما بيعرفش يدي رد فعل، فبالتالي السرطان شخص بخيل عن ردود في ردود افعاله. طيب الاسد بخيل في ان هو يشارك حد الايجو بتاعه او الجلو بتاعه، او شارك حد ان هو السرطان الاسد عايز يكون تحت السبوتس، تحت اللايتس، هو عارفين كينج، فمش عايز حد يشارك، حد يشاركه ان هو يكون جلوي او نجاحه، مش هقول نجاحه، او ان هو بيعرف يعمل اللي هو عايزه. ايه خد تليفونك امشي يا خرابي خلاصي. فالاسد بخيل في الشهره، ان واحد ياخد منه الشهره، حد ياخد جلو، انا مش عارفه اقولها ازاي بالعربي، الجلو بتاعه يعني. اوكي طيب العذراء يا جماعه، لو حد اول مره يتابعني، انا برج العذراء. فالعذراء بخيل في ايه بقى؟ في اهتمامه. العذراء مش بيهتم، ممكن يهتم بالناس اللي بيحبهم، ما بيعرفش يعبر عن اهتمامه. العذراء بخيل في التعبير عن الحب برضو او الاهتمام، العذراء ما بيعرفش يهتم، مش بيعرف يعني، بخيل، مش بيعرف يتكلم كويس، مش بيعرف يعبر بالكلام ولا يعبر، يعني ممكن يبقى عنده مشاعر قويه جدا جدا وانت تشك ان هو مش حاسس بحاجه، لان هو بخيل في التعبير عن احساسه بالكلام. هو ممكن يعبر عن بالافعال، او العذراء بخيل في ان هو يعني في الكلام الحلو، اقول لكم بخيل في انا بشوف في العذراء بخيل في الاهتمام، يعني العذراء ما بيعرفش يهتم، حتى لو هو بيحبك ما بيعرفش. هو العذراء مش مثلا زي الابراج اللي بتعرف تهتم، هو بروتكتيف وكل حاجه، بس ما بيعرفش يبين اهتمامه، ما بيعرفش يظهر اهتمامه. الميزان بخيل في المواعيد والوعود، والميزان ما بيعرفش يعني يمشي على مواعيد ووعوده، يعني دايما مش بيعرف يلتزم قوي بوعوده، وعوده دايما ممكن تتكسر يعني، او ممكن يوعدك يقول لك انا هقابلك بكره الساعه 5 وينساك ويخرج مع حد تاني، فهو مش دايما البروميسز بتاعت الميزان مكسوره. طب يا جماعه، يا جماعه قولوا لي انتم متفقين معايا ولا لا، او كل واحد بيقول لي شايف ان هو بخيل في النقطه اللي انا قلتها ولا لا. واحكوا لي عن يعني ايه اكتر نقطه بتحس ان انت بخيل فيها يعني. اوكي طيب ندخل بعد كده على برج العقرب. اوكي برج العقرب ممكن بخيل في دعمه، يعني برج العقرب يعني ايه، يعني انا مش هقول بخيل، حريص في دعمه ازاي. برج العقرب بيهتم باول حاجه بحاجته هو الشخصيه، بعد كده حاجه الناس اللي تخصه، بعد كده يعني جدعنته بقى، يعني مش هقول عليه جدع قوي، بس هو اهم حاجه الناس اللي تخصه هو اللي بياخده جدعنته بياخده. اما لو حد من بعيد ما بيعرفش يبقى يعني 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 مش هيبقى بيدعم الناس اللي ما يعرفهاش كويس، يعني هو مش شخص مثلا بيحب مساعده الاخرين، ومش مش زي مثلا دلو، الدلو لا يساعد ويحب يساعد الناس وجدع وكده. مثلا العذراء لا، العقرب الناس اللي تخصه بس، اما المجتمع بقى الحاجات دي لا مش كده. بعد كده برج القوس، القوس ما بخيل في اظهار التعاطف بتاعه، ما بيعرفش يبين تعاطفه، ما بيعرفش، او بخيل كمان على فكره في هدوءه، القوس مش هادي خالص، بخيل في هدوءه، بخيل في ان هو يكون متعاطف مع حد، ما بيعرفش يتعاطف. طيب الجدي بخيل ماديا، الجدي ممكن بخيل في الحريص، هو شخص حريص في بيحسبها كويس قوي، بيحسب كل حاجه في فلوس، فالجدي بخيل في كلامه، ما بيتكلمش كتير ولا كلام حلو، يعني مثلا العذراء رغاي بس ما بيقولش كلام حلو كتير، لا الجدي مش بيتكلم كتير، فهو بخيل في كلامه وبخيل شويه في الفلوس يعني. طيب الدلو بخيل جدا في التعبير عن مشاعره، بخيل جدا جدا في التعبير عن مشاعره، وبخيل في ان هو يغير رايه، ما بيعرفش يغير رايه، يعني هو حط حاجه في دماغه خلاص ما يعرفش، ما يقدرش يغيرها. طيب الحوت بخيل في ان هو يدي فرص ويتفاهم، الحوت يا جماعه دراماتيك شويه، فبالتالي يعني لو انت عملت حاجه بيزعل على طول، ما بيديش فرصه ان انت تفهمه، خلاص هيتقمص بقى ويفضل مقموص شويه وانت تقعد، خلاص هو اتقمص او زعل او اتخنق منك او اتضايق، بخيل في الفرص بتاعته، يعني الحوت على طول بياخد اكشن ويتضايق ويزعل، مش هقول بخيل في فرصه ان هو ما يزعلش، هو بيزعل بسرعه، فالحوت على طول بيزعل يعني قماص يا جماعه، الحوت بخيل في ان هو يعني انت مثلا قلت له حاجه ما بيديلكش فرصه تشرح نفسك، هو هيتقمص الاول بعد كده بقى يبقى اشرح نفسك بعديها بفتره لما هو يهدى. اللي زيه كده على فكره
اللي زيه كده السرطان، السرطان برضو بخيل في الفرص انه بيزعل بسرعة. طيب قولوا لي بقى يا جماعة، خليكم بقى صراحة معايا، قولوا لي انتوا شايفين الكلام ده مظبوط ولا لا. طيب في حد بيقول لي اكتر، هعمل لكم فيديو بس اسمه الابراج البخيلة في التعبير عن مشاعرها، ايه رأيكم في الفكرة دي؟ حلوة. طيب شكرا، بحبكم جدا جدا، اعملوا شير كتير 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 كل الابراج او الناس اللي بتحبوهم بتحبوهم عشان يعرفوا هم ابو خلف ايه. وبليز تتابعوني على الانستجرام يا جماعة، انا عايزة كل الناس اللي عندي على اليوتيوب يدخلوا عندي على الانستجرام وعلى الفيسبوك. وسؤال الحلقة، انت بخيل في ايه؟ انا كراشة بقول انا عشان انا عذراء انا بخيلة في ان انا اعبر عن حبي، انا ما بعرفش اعبر عن حبي، ما بعرفش اعبر عن اهتمامي يعني، وبتكسف، بخيل ان انا يعني عشان انا بتكسف، انا شخص خجول. كل واحد يقول لي هو بخيل في ايه وليه وهو برج ايه. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، وبرده قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين، حابه اعرف عيلتنا الكبيره دي ناس من فين. ثانك يو، بحبكم جدا، باي باي، مع السلامه.